النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ارتفعت درجات الحرارة أكثر نهار هذا اليوم الاثنين، واقتربت من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. يذكر أن اليوم الاثنين يصادف هو بداية فصل الصيف من ناحية علم الأرصاد الجوية، والأجواء كانت اليوم أقرب منها إلى الصيف مما كانت عليه خلال الأيام القادمة، ولكن ما زالت التقلبات الجوية حاضرة معنا خلال الأيام القادمة، وذلك مرده لتأثر المملكة خلال الساعات القادمة ليلة الاثنين على الثلاثاء ويوم الثلاثاء بامتداد لمنخفض جوي خماسيني، حيث أن كانت المملكة اليوم تتأثر بمرتفع جوي يتحرك هذا المرتفع الجوي خلال ساعات هذه الليلة بشكل متأخر نحو مناطق شمال المملكة العربية السعودية، ويتقدم من الناحية الغربية منخفض جوي يسمى منخفض جوي خماسيني، هو متأخر بعض الشيء لهذا الوقت من العام، ويتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الشرقي ويؤثر على عموم مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط، بحيث يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة هذه الليلة وفي ساعات النهار الأولى ليوم غد. هذه توزيعات الكتل الهوائية، ونلاحظ أن الألوان الحمراء تنم على وجود ارتفاع على درجات الحرارة. هذه الأحوال الجوية كانت نهار هذا اليوم. غدا الثلاثاء كما تلاحظون ازدياد في وتيرة هذا اللون، وبمعنى آخر ازدياد في وتيرة الكتلة الهوائية الحارة نسبيا والمسيطرة على المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط والمترافقة مع هذا المنخفض الجوي الخماسيني، ولكن كما تلاحظون يتبع هذا المنخفض الجوي الخماسيني كتلة هوائية ذات درجات حارة أبرد، مسببة انخفاضا ملموسا على درجات الحارة مع اقترابها نهار يوم الأربعاء. عودة الأجواء المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان، هناك ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة الليلية خلال ساعات الليل، لن تكون الأجواء مائلة للبرودة في أي منطقة، على العكس سيكون الطقس دافئا بوجه عام في أغلب ومختلف مناطق المملكة. أما درجات الحرارة الصغرى فستهبط فقط إلى 19 درجة مئوية، وتكون الرطوبة النسبية 45%، والأجواء غالبا صافية. نهار يوم غد الثلاثاء تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية والمتمثلة بالأحوال الجوية التالية: طقس حار نسبي في أغلب المناطق، جاف ومغبر أيضا على فترات في بعض المناطق، يكون يعني شديد الحرارة لفترة وجيزة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، مع ساعات العصر والمساء يتوقع أن يطرأ انخفاض متسارع على درجات الحرارة، كما سيكون من اللافت غدا نشاط كبير في سرعة الرياح السطحية بعيد ساعات الظهر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية من المملكة. خلال ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بالمقارنة مع هذه الليلة، وتظهر السحب والغيوم المنخفضة وترتفع نسب الرطوبة وتعود الأجواء تصبح مائلة للبرودة في بعض المناطق. دعونا نستعرض الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء، ونبدأها من المناطق الشمالية: في إربد غدا من 28 إلى 15، في جرش من 28 إلى 13، في عجلون من 26 إلى 12، وفي المفرق من 31 إلى 15 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة عمان من 28 إلى 15 لكنها تتجاوز 30 درجة مئوية في شرقي العاصمة عمان، في البحر الميت من 33 إلى 21، في مأدبة من 29 إلى 16، في السلط من 29 إلى 15، وفي الزرقاء من 30 إلى 16 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة: في الكرك من 26 إلى 13، في الطفيلة من 27 إلى 14، في معان من 30 إلى 16 درجة مئوية، في جبال أشرة من 27 إلى 14، وترتفع في خليج العقبة إلى 37 درجة مئوية غدا نهارا، في حين تنخفض الصغرى إلى 21 درجة مئوية. المناطق الشرقية الطقس سيكون مغبرا بشكل لافت أيضا خاصة مع ساعات العصر والمساء، في رويشد من 36 إلى 15، في الصفاوي من 36 إلى 16، وفي الأزرق من 36 إلى 17 درجة مئوية. انتقالا إلى الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة، إذا غدا من 28 إلى 15 كما نلاحظ يوم الأربعاء تهبط درجات الحرارة من 28 إلى 25 درجة مئوية، تكون بذلك دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعي دافئ في أغلب المناطق، في ساعات الليل تكون 16 درجة مئوية. تعاود درجات الحرارة الارتفاع يوم الخميس لتصبح حوالي 29 درجة مئوية في ساعات النهار، وليلا أجواء دافئة 21، ولكن تظهر كميات من السحب والغيوم، ويكون هناك فرصة لزخات محلية من الأمطار مع ساعات المساء ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، هي ما زالت تحت المراقبة، ولكن المميز بأن هناك ارتفاع درجات الحرارة متوقعة يوم الخميس وحتى أيضا نهار يوم الجمعة. هذا
مكانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.